wash off the dust and lift up your chest. Walk tall, walk tall, even if you fall down. Stand tall, stand tall, even if you fall down. Don't you worry about how it looks. Not everything is written in a book. Some things you learn as you go. But here's one thing you already know. Walk tall, walk tall, even if you fall down. أشكرك على كلامك اللطيف. جميل أن أكون طويلة يا عزيزي. Nothing is ever gonna keep me down. Jump over her, I'll come around. And if at first I don't succeed, I'm gonna try it again till I get what I need. كذلك سأحاول أن لا أخجل من طولي، فهذا ما يجعلني مميزة. نعم أنت محقة. المتنافس الأول الزرافة أطول حيوان بري في العالم. المتنافس؟ أجل، نحن في رحلة استكشاف للحيوانات الأكثر تميزا في العالم. ويمكن أن أكون الفائزة لأنني طويلة وحسب. هل تحبين أن تشاركين في إكمال رحلتنا؟ عندها يمكنك مقابلة حيوانات مميزة لمعرفة المنافسين لي ولم لا. رائع، هيا صعدي معنا. المحطة القادمة أستراليا. هل لدي الأشجار الجديدة؟ أظن ذلك. هذا رائع. وتعد جزيرة ضخمة وهي مليئة بالحيوانات المتنوعة. جدين، ماذا تقول؟ جدين نقولها هنا بدل مرحبا. هيا لنقل جميعا جدي. مستعدون؟ جدي جدي جدي. أدعى باونسر وأنا كانجر. أستراليا تتميز بالكنادر. هذا صحيح، أوزي يعني أسترالي وأفتخر بذلك. إنها تقفز بدل المشي. أجل، فالقفز هو حركة مميزة، وهذه الحركة مناسبة جدا لتكون ملاكما. ملاكما؟ ماذا؟ ألم تسمع عن كنجر ملاكم من قبل؟ في الحقيقة لا. لدى الكنجر رجلان خلفيتان قويتان. إذا راقبوهما. وأقدام كبيرة تساعده على القفز. وذيل ذو عضلة قوية تساعده على التوازن. يا إلهي، هل يجب أن نتكلم على الذيل؟ لماذا؟ ما العيب في ذيله؟ لا تسيء الفهم، أحب أن أكون كنجرا، ولكن ذيلي هذا يسبب لي متاعب كثيرة. إنه يزيد من وزني، لولا ذيلي لتحركت بخفة أكبر. ثم إنني كلما اجتمعت مع أصدقائي يكون كل حديثهم عن التباهي بحجم الذيل أمام الآخرين. عدد الأولاد. هذا صحيح. من هذه صاحبة العنق الطويل الرائع؟ أنا أدعى جينا. إنها زرافة وإفريقية. إذا أهلا بك في أستراليا. شكرا لك، إن ذيلك رائع أيضا. أجل، إنه رائع. في الحقيقة نحن في رحلة استكشاف الحيوانات المميزة، والذيل يجعلك مميزا. لم أرى أنه كذلك من قبل. ولولا ذيلك لكنت ستواجه مشكلة كبيرة في القفز الذي تحبه كثيرا. أحب القفز كثيرا. Nothing gets me down.
fight for it now? Might as well jump! Jump! Go ahead, Joe! المتنافس الثاني الكنغرو ذو الذيل القوي والقفز المذهل. قد تكون الفائزة بجائزة أكثر الحيوانات تميزاً. هل ترغب في الانضمام إلى رحلة استكشاف الحيوانات معنا؟ هذا رائع. إلى أين سنتجه؟ سنذهب في اتجاه الجنوب، أي إلى أبرد مكان في العالم، القطب الجنوبي. يبدو ذلك ممتعاً جداً يا أصدقاء. علينا أن ندفئ أنفسنا. فكرة جيدة، هيا بنا يا أصدقاء لنكمل رحلة الاستكشاف. المكان يختلف تماماً عن المكان الذي أتيت منه. لا أرى أي شجرة هنا. في القطب الجنوبي كثير من الجليد والثلج والمياه الباردة المتجمدة. أنا سعيد لأنني ارتديت هذا. وما الحيوانات التي تعيش في هذا المكان؟ أهلاً بكم جميعاً في أبرد مكان في العالم. هنا ستتلقون أحر ترحيب. أهلاً بكم في أفضل بقعة ثلجية على الأرض. شكراً جزيلاً لك. لا داعي للشكر. أهلاً، هل أنت بطريق؟ أجل، أنا بطريق. من البطاريق الأقزام؟ حسناً، اسمعي، قد يبدو شكلي كالبطاريق الأقزام، ولكنني من نوع البطريق الإمبراطور، أفهمتي؟ من الواضح أن هناك أنواعاً مختلفة من البطاريق، ولكن هناك شيئاً مشتركاً بينهم، أنهم جميعاً طيور. هل يمكنك أن تطير أمامنا؟ لا، لقد جرحت شعوري. يبدو أنك لا تدركين ما قلته لي الآن يا آنسة. ولماذا؟ انظروا إلى هذين الجناحين الصغيرين، مهما رفرفت بهما فلن أستطيع رفع قدمي الكبيرتين من على الأرض. البطاريق طيور لا تطير. رائع، هذا شيء مميز. هذا ما تظنه؟ إيدي يا صديقي، أنا باونسر، أتيت من أستراليا. وأنا جينا، أتيت من أفريقيا. انظري إلى هذا العنق الطويل الرائع، وأنت لديك هذا الذيل المذهل. هذا ما أدعوه تميزاً. ولكن طائراً لا يستطيع الطيران؟ هذا مؤسف، مؤسف جداً. عندما لا تملك موهبة الطيران لتدهش الآخرين بها، عليك أن تتعلم كيف تضحكهم عوضاً عن ذلك. Step right up, folks, and see one of the greatest jokes of the animal kingdom. Can you believe it? A bird who can't fly. But boy, can I fly.